رفع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة تقلد جلالته وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى من قبل فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تقديرا للدور البارز الذي يطلع به جلالته وأيده الله في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي. قال سموه: نعرب عن فخرنا واعتزازنا بتقلد سيد الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى من فخامة الرئيس الأمريكي. تابع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن تقلد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لهذا الوسام الرفيع يؤكد على الرؤية الحكيمة لجلالته في دعم السلام والاستقرار بين دول وشعوب العالم، كما أن لهذا الوسام تأكيد كبير على الجهود التي يبذلها جلالته وأيده الله لترسيخ العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ودعم أطر التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات على الشكل الذي يعزز من موقع البحرين كحليف استراتيجي يعمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، داعيا سموه المولى العلي القدير أن يحفظ جلالته ويسبغ عليه بمفور الصحة والسعادة وأن يديمه عزا وذخرا وسندا للبحرين وشعبها.